كاين دول ثبتت على موقفها، نحن نثمن هذه المواقف ومنها الجزائر، وطالبنا بأن تستمر الجزائر على موقفها، لأن فيه ضغوطات وفيه تهديدات وفيه كثير من المناورات لمحاولة إثناء الجزائر ثم على موقفها وكما دول أخرى. فلذلك اليوم هو المطالبة بالثبات على المواقف تجاه الشعب الفلسطيني، والتاريخ كتب، التاريخ الآن كتب من هو صاحب المبادئ الثابتة ومن هو الذي خان الأمة في 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 أهم في أهم القضايا اللي هي قضية فلسطين. المسألة الثانية، احنا طالبنا في حركة النهضة بسحب المبادرة العربية لما يسمى بالسلام. هذه مبادرة للأسف الشديد اعتمدها العدو الصهيوني لتصفية القضية وفق مخططات معينة من 2002. هذه المبادرة كما تعلمون قدمت بها يومها تقدم بها ملك سعودية اللي هو الملك عبد الله، وسماها ثم مبادرة السلام، المبادرة العربية للسلام، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 67 ولا تمو البقات مع الوضع تم 67. فلم يتحقق أي بند من هذه المبادرة، بل استغلها العدو الصهيوني لتمرير التطبيع لمزيد من الاستيطان. وانتم صحفيين مليح تما تتابعوا موضوع الاستيطان كيف تغير وكيف تحول بشكل رهيب. موضوع التهويد في كل شيء، حتى في الشوارع اللي كانت بأسماء عربية نحاو تما الأسماء وبدلوها بأسماء صهيونية. التهويد كما قلت على المسجد الأقصى وهو تما مركز الصراع، ومحاصرة هذه الرقعة الجغرافية اللي كان عايش فيها الشعب الفلسطيني. الآن ما كانش مكان. إذن قلت الدعوة إلى أو المطالبة بسحب هذه المبادرة العربية لأنها مهدت الكيان الصهيوني لكي يعني يتعربد كيف يشاء، والمطالبة بما بقي من نخوة عند العرب أنهم إذا ما دعموش المقاومة على الأقل ما يكونوش مع العدو الصهيوني.